شكون فيكم سمع مقبل بمصطلح بوغنجة؟ بوغنجة هي عادة جزائرية كانوا يديروها جدادنا باش تصب الشتاء لما يحل الجفاف، وهذه التسمية عبارة عن كونية لإله المطر أنزار عند قدماء الأمازيغ، بحيث يعتقدوا أنه كان يصب المطر عن طريق الغنجاية أو الغرافة، وتبدأ الطقوس لما عجوزة كبيرة تخدم الغرافة أو أغنجة بالفخار ويلبسولها روبا بيضة ويغطولها راسها فولارة حمراء ويتمشاو بها الأطفال في الشوارع، وهما رافدين قفة الدوم، وكل دار تزورها بوغنجة لازم يعطولهم دراهم ولا قمح ولا دقيق ولا سكر ولا يرشوهم بالماء تفاؤلا بسقوط المطر، وينزلوا بالدمية للواد باش يقدموها الأنزار كعروس، وهما يغنوا بوغنجة حب يتزوج كيشوف الشمس يتعوج، بوغنجة عرى راسه يا ربي شمخ راسه، ولما يكملوا ياخذوا قفة الدوم اللي فيها المواد الغذائية اللي جمعوها من البيوت ويروحوا عند كبيرة القرية اللي تصنع بها مختلف الأكلات التقليدية من مسمن وبغرير وكسكس وطاجين وبركوكس، وفي الأخير يتم توزيع هذه المأكولات على كل سكان القرية تفاؤلاً بفرحة نزول المطر. بقت هذه العادة متوارثة إلى أجل غير بعيد، إلى حين انتشار الوعي وحلت محلها صلاة الاستسقاء. والآن قولوا لي، درتوا بوغنجة كي كنتوا صغار ولا لا؟